اكتفاء بالموروث اللامادي باعتباره ركيزة أساسية لتثبيت الهوية، اختارت قافلة بابا عاشور أن تكون جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم هذه السنة قبلتها لإبراز مظاهر الفرح والاحتفال بمناسبة عاشوراء في العالم القروي. فكرة هي أنه بابا عاشور كيدور من خيمة لخيمة، لأننا احنا في العالم القروي وكنوقفوا على عادات وعلى الطرق، البيوت كيفاش مبنية، المجال اللي كيعيشوا فيه الناس رغم البساطة ديالو ولكن هو قوي. والآن يعني كما لاحظتوا أنه هو احتفاء كبير من النساء ومن الأطفال. كنا كنظموها كل عام من مدينة لمدينة، لكن هذا العام ارتأت الجمعية أنها تختار العالم القروي باش ما يبقاش مهماش ومقصي حتى من هالتظاهرات، ونعود لأن العالم القروي عنده خصوصيات ديالو وطبيعته وبساطته في العيش. لهذا جينا نعود نقلوا هذه الصورة للمشاهدين. من خيمة إلى خيمة هي فكرة هذا الاحتفال الذي يقدم أجواء وطقوس الاحتفال بعاشوراء في العالم القروي، مع استحضار شخصية بابا عاشور التي ارتبطت في ثقافتنا المغربية بأجواء الفرح والاحتفال بمناسبة عاشوراء. أو بابا عاشور حتى هي واحد البادرة جمعتنا، واحد التراث ديال البلاد. بعدا اليوم محتفلين بعاشوراء وجا عندنا بابا عاشور، حنا فرحانين به، فرح الوليدات صغار ونساء وحتى رجال، فرق عليهم الفاكهه والحلوه واللعاب. حنا فرحانين جا عندنا بابا عاشور، عطانا اللعاب عطانا الفاكهه وعطانا الحلوه. فبتنظيم من طرف جمعية لقاءات للتربية والثقافات وجمعية المجتمع المدني بجماعة الحوافات القروية بإقليم سيدي قاسم، تستمر أجواء الاحتفال إلى ما تم شهر شتنبر من خلال العديد من الأنشطة الثقافية التي يحضر فيها الرصيد التراثي الغني للمنطقة.